إذا باشمهندس أيمن تقدر تفضل دلوقتي؟ تمام يا أستاذ، تمام ألف جدا، شكر لحضرتك، ألف شكر لحضرتك. تمام يا السلام أستاذ. عليكم. السلام عليكم، أتمنى كده إلى حد ما يكون الصوت واضح للجميع. واضح واضح، الله يكرمك يا باشمهندس. تمام يا أستاذ، أبدأ على طول. اتفضل. تمام جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. طبعا شاكر على استضافتي مع حضراتكم من قبل بي اي ام اريبيا. احنا ان شاء الله خلال السيشن ده مش هيكون لا اول ولا اخر سيشن ان شاء الله لينا مع بعض على بي اي ام اريبيا. ده هيكون عباره عن سيشن بسيط كده بنتكلم عليه او بنتكلم فيه عن حاجه اسمها introduction for civil engineering. هنبدا كده ندردش شويه مع بعض عن الهندسه المدنيه، وهنبدا الى حد ما نصحح بعض المعتقدات يمكن تكون خاطئه عند البعض، وان شاء الله الحاجه زي دي ان شاء الله هتبقى يعني كسيشن هنبدا نفتح بيه مجالات بعد كده في السيشنات الجايه ان شاء الله. في البدايه كده احب اعرفكم بنفسي، انا المهندس ايمن البستاوي، بي اي ام كوردينيتور ومهندس تصميم انشائي. باذن الله خلال المحاضره دي والمحاضره اللي بعدها ان شاء الله هنبدا نشتغل على الجزء الخاص بمهندسين مدني، سواء انترودكشن، سواء بي اي ام، سواء تصميم انشائي، سواء مانجمنت، سواء انفراستراكشر. الحاجات دي كلها ان شاء الله نبدا ناخد عنها فكره كويسه على مدار السيشن ده والسيشن اللي جاي. في البدايه كده يا باشمهندسين، عايزين نبدا ندردش شويه كده مع بعض عشان بس كده الى حد ما نبدا نفك السبيتش او الكونفرزيشن بتاعتنا، يبقى الى حد ما الحديث ما بيننا يكون سلس وبسيط. اتمنى طبعا يكون معظم الناس اللي بتسمع السيشن ده دلوقتي يكونوا كلهم مهندسين مدني. بما ان حضراتكم طبعا مهندسين مدني وما شاء الله قضيت 5 سنين في حياتك في كلية هندسة و4 سنين منهم في تخصص قسم مدني، فممكن ندردش مع بعض دلوقتي يعني ايه اصلا هندسة مدنية. انا فاتح طبعا كل حاجة دلوقتي، ممكن مثلا حد يدردش معايا يعني هندسة مدنية كتعريف كده بسيط، يعني ايه هندسة مدنية؟ اي حاجة، ممكن حد مثلا يعني ايه هندسة مدنية؟ ده سؤال بندردش مع بعض، يعني أتمنى كل حاجة تكون واضحة قدام حضراتكم والصوت يكون واضح. لو حد عايز يعمل مداخلة بس يعمل رايس هاند. عادي أي حاجة، مفيش أي مشكلة. تمام باشمهندس معتز، أهلا بحضرتك. تمام، يعني هندسة مدنية؟ أيمن، أهلا بحضرتك. ألو، أنا معتز بالله، بكالوريوس هندسة مدنية. هو أهلا الهندسة بحضرتك. المدنية من اسمها، هي الهندسة اللي بتختص بالأعمال المدنية بصفة عامة. تمام الأعمال جدا، المدنية دي ممكن تكون بيلدينج أو انفراستراكشر. جميل جدا، شكرا باشمهندس معتز. تمام ماشي باشمهندس بت، تقريبا ماشي، اهلا بحضرتك اتفضل. تمام جدا، يعني هندسة مدنية يعني كده يعني دردشة مع بعض كده عشان بس الى حد ما نفك السيشن بتاعنا يكون لحد ما في تجاوب ونبعد شويه عن نطاق الملل اللي بيكون في سيشنات على زوم بالذات يعني. تمام عادي، اتفضلوا اللي تو ريز ذا هاند، ممكن حد يتكلم عادي. يعني ايه هندسه مدنيه؟ السلام عليكم. باشمهندس اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. الهندسة المدنية عموما هي تمام جدا، دراسة للأحمال الواقعة على أي منشأ أو على أي انفراستراكشر زي ما قال باشمهندس المعتز، وإزاي إن أنا تمام جدا، أخلي المنشأ بتاعي أيا كان النوع بتاعه بحيث إن هو يكون آمن ويحقق المتطلبات المعمارية ويحقق المتطلبات المالية. جميل، شكرا لحضرتك. حد عنده اي تعريف تاني؟ باشمهندس احمد، اهلا بحضرتك باشمهندس احمد. حد عنده اي ديفينيشن تاني، اي تعريف تاني مثلا للهندسه المدنيه او السيفل انجينيرينج؟ يعني بحكم مثلا خبرتكم بقالكم 4 سنين في مجال الهندسه المدنيه، ده لو انت لسه بتدرس او لسه فريش جراديويتد. ممكن انا اجاوب مثلا عشان ما نضيعش الى حد ما وقت السيشن. انا كده كده لسه ان شاء الله هيبقى في توك تاني مع بعض بندردش فيه على كل توبيك احنا بنشتغل بيه على مدار المحاضره بتاعتنا النهارده. في واحد مثلا هندسه ممكن يدخل كده ويقول يا باشمهندسين الديفينيشن اوف سيفل انجينيرنج او التعريف الهندسه المدنيه، طبعا دي ليها وجهات نظر كتير. ممكن يقول مثلا الهندسه المدنيه من وجهه نظره ان دي عباره عن قسم من اقسام هندسه،
يعني مثلا كليه هندسه، ده على سبيل المثال يعني، ده ابسط مثال. ممكن مثلا يجي كده اقول لك كليه هندسه يا باشمهندس، فمثلا قسم مدني، في قسم عماره، في قسم ميكانيكا، في قسم مثلا اتصالات، في ميكاترونكس. فممكن مثلا يجي يقول لحضرتك ان الهندسه المدنيه ده عباره عن قسم من اقسام هندسه. طب ماشي، ده حاجه، حل كويس جدا. حل تاني يا باشمهندسين، مثلا ممكن حد يجي يقول لك يا باشمهندس الهندسه المدنيه دي عباره عن حاجه بتهتم بكل المنشآت، سواء بقى منشآت خرسانية، منشآت معدنية، انفراستراكشر، بنية تحتية، اريجيشن ووركس، منشآت الري، الحاجات دي كلها باشمهندس خاصة برضو بالهندسة المدنية. دي كلها تعريفات وكويسة جدا في الهندسة المدنية. بس أنا واحد من الناس لما جيت أدور أصلا في الهندسة المدنية لما كنت لسه طالب في الكلية يعني، ففي تعريف جميل جدا شدني للهندسة المدنية. كان وقتها في شركه اسمها شركه سيا انجينير، دي شركه زي شركه اوتوديسك، زي شركه بينتلي، زي شركه سي اس اي. دي عباره عن شركه بتنزل برامج مدعمه بتقنيه البي اي ام، وان شاء الله هنشوفها ان شاء الله خلال المحاضره الجايه باذن الله على بلاتفورم بي اي ام اريبيا. هنبدا نتكلم فيها ان شاء الله على البي اي ام، هتبقى محاضره ان شاء الله كبيره شويتين، نبدا بقى ندردش فيها على البي اي ام بكامل التفاصيل بتاعتها. فشركه سي انجينير يا باشمهندسين قالت في يوم ان سيفل انجينيرنج از شيبنج اور لايف، إن الهندسة المدنية دي عبارة عن حاجة بتقدر تعمل تشكيل كامل وكلي للحياة بتاعتك. زي بالظبط كده مثلا أنت كبني آدم بتيجي تقول لحضرتك أو بتيجي تقول لنفسك أنا مثلا بصحى من النوم الصبح مثلا بعمل كذا، بروح مثلا مشوار كذا، بنام مثلا الساعة كذا. دي مثلا حاجة إحنا بنسميها اللايف ستايل بتاع حياتك. طول ما أنت عايش يا باشمهندس بيكون ليك لايف ستايل خاص بيك أنت. ده بالظبط يا باشمهندسين كتعريف بيكون خاص بالهندسة المدنية، ان دي الهندسه بتكون عباره عن لايف ستايل كده. الهندسه المدنيه بتخش تعمل شيبنج او تشكيل للايرا او للايدج او للعهد او المده الزمنيه اللي هي موجوده معاه او اللي موجوده فيه دلوقتي. على سبيل المثال عايزين نوضح الدنيا دي بشكل ابسط وبشكل اخف وبشكل لذيذ يعني. قدام حضراتكم يا باشمهندسين المنظر قدام حضراتكم ده، طبعا دي اهرامات الجيزه. لو انت الناس اخدت اهرامات الجيزه دي وحطيتها في اي دوله تانية على مستوى العالم، سواء مثلا حطيتها في كندا، في امريكا، حطيتها مثلا في الصين، في استراليا، اي دوله في العالم، جاست ان عينك وقعت على الصوره دي او جاست ان عينك وقعت على الشكل اللي قدام حضرتك ده في اي مكان على مستوى العالم، اوتوماتيك بيتكريت في دماغك ان هندسه الحاجات اللي قدام حضرتك دي او الاهرامات دي بتعود الى عصر معين او لايرا معينه او لعهد معين اللي هو يا باشمهندس عهد الفراعنه او المده الزمنيه اللي كانت عايشه فيها الفراعنه. عندك على سبيل المثال تاني يا باشمهندس المنظر اللي قدام حضرتك ده مثلا منشا او مبنى يعود يا مثلا الى العصر الروماني. المنظر اللي تحته يا باشمهندسين ده مئذنه ومسجد يعود يا مثلا للعصر الاسلامي في الدوله الاندلسيه. اللي انا عايز اوصل لك هندسه او الكونسبت من الفكره بتاعت الهندسه المدنيه، زي ما قلت لحضرتك ان شركه سيا بتقول لك ان دي عباره عن حاجه بتعمل شيبنج فور اور لايف، ان دي يا باشمهندس عباره عن ان كل عهد او كل مده زمنيه يمكن الاستدلال عليه من خلال هندسه البيئه المدنيه اللي كانت عايشه فيه. يعني هندسه دلوقتي انا عايز اعرف مثلا دلوقتي المكان او المدينه دي مثلا على سبيل المثال مدينه الاقصر، عايز اعرف ان كان عايش مثلا فيها على سبيل المثال فرعون على سبيل المثال يعني. فانا باجي هندسه لو لقيت معابد، لو لقيت مسلات، لو لقيت مثلا اهرامات، فانا هندسه بتكريت اوتوماتيك في دماغي ان دي هندسه مدنيه تعود الى العصر كذا. فمن احد المصطلحات الهندسه اللي انا عايز ابسطها مع حضرتك واللي غايب عن البعض، ان الهندسه المدنيه الهندسه دي عباره عن اللايف ستايل بس بتاعت الازمنه. يعني ما زي ما حضرتك انت كبني ادم او هيومن هيومن بين عندك هندسه لايف ستايل ليك لحياتك انت، فهي هندسه برضه الايرا او الايدج او المده الزمنيه اللي حضرتك بتعيش فيها بيكون برضه لها هندسه اللايف ستايل بتاعها. بس اللايف ستايل بتاعها يا باشمهندس احنا بنيجي نعمله فريم بسيط كده ان ده بنسميه حاجه اسمها سيفل انجينيرنج. طب باشمهندس تعالى بقى نبدا دلوقتي نتكلم بقى في الهندسه المدنيه بشكل افضل وبشكل اصح. طب ماشي يا باشمهندس، احنا يا عم بيكون عندنا الى حد ما بعض التقسيمات الخاصه بالهندسه المدنيه. طبعا التقسيمه اللي قدام حضرتك دي مش ستاندر يا باشمهندسين، دي الى حد ما تقسيمه انا ببسطها لك عشان نبدا بس نشوف بعض المجالات اللي موجوده في الهندسه المدنيه. احنا هندسه دلوقتي هنعتبر ان الهندسه المدنيه ده عباره عن المين كاتيجوري او الميجر كاتيجوري اللي هو بينزل منه بعض الحاجات اللي من خلالها تقدر تبني سيفيلايزيشن، تقدر تبني سيتي، تقدر تبني حضاره كامله يا باشمهندس على مدار العهد او المده الزمنيه اللي حضرتك فيه. عندك هندسه اول سب كاتيجوري معانا في الكاتيجوري الخاص بالهندسه المدنيه ده هندسه احنا بنسميه الهندسه الانشائيه او هندسه الانشاءات.
طبعا يا هندسه معظم الناس اللي هي في الكليه او الفريش جراديويتد هدفها الكامل ان انا يا هندسه دلوقتي في رابعه مدني على سبيل المثال، اول ما اخش مشروع تخرجي دايما الفوكس بتاعي كله يبقى اما على مشروع زي مشروع خرسانه او مشروع اساسات او مشروع استراكشر، اللي هو هندسه من الاخر يعني هو بيكون هدفه انه يعمل حاجه زي دي عشان هندسه هو بيلاقي ان الهندسه الانشائيه او الهندسه اللي فيها شغل خرسانات ومنشات معدنيه دي بتكون شغال اكتر. طبعا ده بيكون ناتج عن ضعفنا احنا كمهندسين ان احنا ما اثبتناش ان في اقسام تانية او سب كاتيجوريز تانية في الهندسه المدنيه افضل واحسن من المنشات الخرسانيه والمنشات المعدنيه. ده بلس يا هندسه ان في حاجات تانية لو انت جات عملت عليها فوكس وعملت فيها ديفلوب او بروجريس على مستوى السنين اللي انت عايش فيها في بعض الاقسام، هتلاقي مثلا ان السيفيلايزيشن بتاعتك اللي انت عايش فيها بقى فيها حاجات اكتر. باشمهندس كريم، طب ممكن مثلا نخلص التوبيك اللي معانا ده دلوقتي وبعدين نتكلم في حاجه او مثلا نفتح التوك ما بيننا وبين بعض؟ تمام يا باشمهندسين. تمام يا باشمهندسين، فاحنا عندنا دلوقتي السب كاتيجوريز اللي معانا. اول حاجه عندنا خالص اللي هو الهندسه الانشائيه، دي هندسه بقى بتتكون من حاجتين رئيسيتين. انا دلوقتي هندسه ببدا اتكلم على الميجور توبيك اللي في كل سب كاتيجوري مع قدام حضراتكم دول. اول حاجه معانا هندسه دي المنشات الخرسانيه. طبعا مثلا المنشات الخرسانيه دي لا غنى عنها ابدا، اي حد في الدنيا كلها لازم يبقى فيه منشا خرساني هتلاقيه حواليك كده. يعني مثلا بيتك ممكن يكون فيه يعني شويه عناصر انشائيه من الماتيريال اللي اسمها خرسانه، ممكن مثلا تلاقي مثلا مبنى عام، هتلاقي مثلا بوردورات طريق، اي عندك مثلا محطات صرف صحي، هتلاقي مثلا خزانات سواء اندر جراوند تانكس او اليفيتد تانكس او ريستد اون سويل تانكس، بتبقى هندسه عباره عن خزانات مثلا خرسانه. معظم هندسه معظم الحاجات اللي بتكون حواليك بتلاقي منشات خرسانيه. طب ماشي هندسه، ايه تاني التوبيك اللي معانا في الهندسه الانشائيه؟ بيكون هندسه عندنا حاجه اسمها المنشات المعدنيه او الستيل ستراكشرز، من افضل الحاجات هندسه اللي دلوقتي معظم العالم بدأ يعني ومش بدأ كمان بقوا شغالين فيها دلوقتي بشكل اكتر من الخرسانه، لما ان في المنشات المعدنيه او الستيل سيكشنز احسن سوري او الستيل سيكشنز بيكون لها افضليه عن المنشات الخرسانيه، ان وزنها طبعا بيكون اقل، انها هندسه بتكون اخف طبعا زي ما قلت لحضرتك، انها الناس بتقدر تتحكم فيها بشكل افضل واسهل من المنشات الخرسانيه، تقدر الناس تفك المنشأ بتاعك وتنقله لمكان تاني. طبعا المنشات الخرسانيه بيكون فيها صعوبة بالغة انك تقدر تتعامل معاها. ده هندسة اول توبيك معانا اللي هو الهندسة الانشائية اللي هو المنشآت الخرسانية والمنشآت المعدنية. تاني هندسة توبيك معانا اللي هو هندسة الاشغال العامة. ده هندسة بقى من اول الحاجات اللي بتكون مهمة بالنسبة لك عشان تقدر تكون سيفيلايزيشن خلال العصر اللي انت عايش فيه، اللي هو هندسة انك بيكون عندك حاجة اسمها الاشغال العامة، اللي هو انت بتبدأ تطور في شبكة الطرق اللي انت بتكون موجود فيها. طبعا دي فيها مشكلة كبيرة في بعض المدن وبعض الاماكن وبعض المحافظات وبعض البلدان، طبعا ده بيكون ناتج عن ان في مشاكل بسيطة في الجزء الخاص في شبكات الطرق. تانيا بس حاجة معانا في الاشغال العامة اللي هي الجزء الخاص بالمساحة اللي هو السيرفينج. تالت حاجة مثلا معانا الجزء بتاع الهندسة السكة الحديد. طبعا يعني من الواضح ان بعد ما الانجليز كانوا في مصر ان شبكات السكه الحديد حصل فيها مشكله كبيره، اللي هو اصلا ما فيش تطوير. يعني الى حد ما دي هندسه من بعض الحاجات المهمه جدا في الهندسه المدنيه ككاتيجوري، انك تبدا تعمل فوكس على الاشغال العامه اللي هو بيكون الطرق والمساحه وهندسه السكه الحديد. اخر بارت معانا يا باشمهندس في الهندسه المدنيه بيكون حاجه اسمها هندسه الري والشبكات، اللي هو هندسه من الاخر لا غنى عنه لاي بني ادم حرفيا، عشان الناس ده لو حصل فيه اي خلل انت كانسان ممكن تموت بسبب نقص الميه اللي بتدخل لك، او بسبب يا الناس انك مش عارف تصرف الميه اللي انت بتطلع منك، تقدر تعمل تلوث بالغ. طبعا الحمد لله يعني في ظل ظروف كورونا يعني، بس الى حد ما برضو المشاكل اللي موجوده مثلا في بعض الدول الافريقيه ان بيكون في تلوث عام وشامل بسبب ان في سوء صرف صحي في السيستم الخاص بالميه، يعني مهما كان برضو مش هيكون زي ظروف كورونا، بس الحمد لله على كل حال يعني ربنا يدفع ويزيح عننا البلاء جميعا. فانت مثلا بيكون عندك حاجه اسمها هندسه الري والشبكات، اول بارت معانا هو هندسه صرف الصحي اللي هو الناس الدرينج اللي هو الصرف الصحي الخاص بالمنشات. تاني حاجة معانا مثلا اللي هو الووتر سبلاي أو تغذية المنشآت بالمياه. تالت حاجة مثلا معانا اللي هو المسطحات الزراعية. ممكن مثلا حد يسألني دلوقتي يقول لي يا باشمهندس المسطحات الزراعية هو إيه اللي جاب الزراعة أو كلية زراعة بالهندسة المدنية؟ والله يا باشمهندس المهندسين الزراعيين خاصين إلى حد ما
بتكوين النباتات وتكوين مثلا الزهره مثلا اللي بتطلع مثلا في قطعه الارض اللي انت بترويها مثلا على سبيل المثال. فهم مثلا التخصص بتاعهم ان هو مثلا يخلي الزهره دي تشوف النور. اما انت يا باشمهندس كجزء irrigation او جزء ري، سواء بقى مودرن او اولد irrigation، انت مثلا اللي مسؤول عليه. يعني مثلا دلوقتي مع تطور الهندسه الزراعيه المفروض انت تقدر تواكب الحاجه زي دي. يعني ايام زمان كنا بنيجي مثلا نروي الارض الزراعيه كنا بنرويها بحاجه اسمها الغمر، طبعا ده كان بيعمل ويست كتير في الميه، طبعا كان بيسبب مشاكل كتير. فدلوقتي مثلا مع تواكب العصر طبعا في حاجات ظهرت قبل كده وفي حاجات بتظهر. يعني ممكن دلوقتي تستخدم المودرن اريجيشن عن طريق مثلا الري بالتنقيط، الرش، في وسائل كتيره هندسه بتبقى داخله تحت مسمى المسطحات الزراعيه، بس دي بتبقى خاصه بيك انت كمهندس مدني. اللي انت شايفه هندسه قدام حضرتك اللي هو الكاتيجوري الكامل بتاع الهندسه المدنيه، انت لما تيجي تبص عليها تلاقي هندسه ان معظم المهندسين اللي شغالين في الساحه دلوقتي هندسه شغالين بس في حاجه اسمها المنشات الخرسانيه او المنشات المعدنيه. تعالى بقى هندسه دلوقتي نبدا كده نحدد التوبكس بالظبط اللي هنتكلم عليها ان شاء الله خلال السيشن بتاعنا النهارده. اول حاجه مثلا ان شاء الله نتكلم عليها الجزء بتاع الكونكريت ستراكشرز او المنشات الخرسانيه، ثاني حاجه نتكلم على المنشات المعدنيه الستيل ستراكشرز، ثالث حاجه نتكلم بقى على البروجكت مانجمنت، نبدا نتكلم كده عن التفاصيل اللي موجوده في البروجكت مانجمنت وازاي اصلا بتاخد السيرتيفيكيتس او السيرتيفيكيتس الاساسيه في البروجكت مانجمنت. رابع توبيك معانا هيكون الانفراستراكشر او البنيه التحتيه، هندردش برضو فيه شويه حاجات بسيطه يعني كده. عندنا خامس موضوع وسادس موضوع درينج والووتر سبلاي الى حد ما بيكونوا اصلا تحت مسمى الانفراستراكشر. اخر حاجه معانا هندسه لو كان في وقت معانا خلال المحاضره بتاعتنا النهارده ممكن نبدا ندردش او نبدا نخش كده على البي اي ام او البيلدنج انفورميشن موديلنج. لو ما فيش وقت ان شاء الله يعني هنخليها ان شاء الله في سيشن تاني طبعا تحت البلاتفورم بي اي ام اريبيا، هنتكلم فيها ان شاء الله المحاضره القادمه على البي اي ام بشكل كامل وبشكل بسيط. تعالى بقى هندسه دلوقتي نبدا ندخل على اول توبيك معانا في السيشن بتاعنا اللي هو الكونكريت ستراكشر اللي هو مثلا المنشات الخرسانيه. انا واحد من الناس ما بحبش اتكلم في المنشات الخرسانيه كمسمى عام، بحب الناس الاول ابدا اقسمها لك لسب كاتيجوريز كده. يعني عندنا هندسه حاجه اسمها التايبس اوف كونكريت ستراكشر، انواع المنشات الخرسانيه. طبعا في انواع كتيره عن اللي موجوده دي، بس بما ان حضرتك لسه بندردش مع بعض او داخلين ندردش مع بعض في المنشات الخرسانيه هنبدا ناخد التوبكس دي بشكل سلس وبسيط. اول حاجه الناس بيكون عندنا حاجه اسمها الماتريال، انك بتبدا تصنف المنشات الخرسانيه عن طريق الماده المستخدمه فيه. هو هندسه هي لها مواد؟ اه يا باشمهندسين، لها اكتر من ماده. اول ماده عندك يا باشمهندسين حاجه اسمها الاوردينري كونكريت او البلين كونكريت او يا باشمهندس الخرسانه العاديه. دي هندسه بتبقى عباره عن خرسانه ناتجه عن طريق كومباينيشن او ميكستشر معين، اللي هو حضرتك بتجيب الفاين اجريجيت اللي هو الرمل بتضيف عليه الكورس اجريجيت اللي هو الزلط، بتلحمهم في بعض عن طريق حاجه يا باشمهندس بنسميها الماده اللحمه او السيمنت او الاسمنت. وطبعا عشان تبدا تخلي المكون ده يعمل كومباينيشن مع بعضه بنضيف عليه حاجه اسمها الووتر او الميه. لقينا يا باشمهندس انك لما تيجي تبني اليمنت انشائي سي مثلا بيم كاميرا سي مثلا كولن قطاع عمود سلابه او فاونديشنز اساسات، فبيكون عندنا مشكله ان مثلا المنشا بتاعك لو انت عامله من خرسانه مسلحه سوري خرسانه عاديه ما بيقدرش يقاوم الستريسز الاجهادات والفورسز اللي واقع عليه. فاحنا هندسه لجانا الى ماتيريال ثانيه، دي هندسه اللي اخترعها اليونان اللي هي الخرسانه المسلحه. دي يا باشمهندس عباره عن الكومباينيشن الخاص بالبلين كونكريت او الاوردينري كونكريت، ضفنا عليها عنصر اخر عشان يقدر يقاوم الاكسيال فورس اللي خاصه بالتنشن، ويقدر يا باشمهندس يقاوم كمان العنصر او يقاوم الاستريسز والبندنج مومنت اللي وقع على العناصر الانشائيه. العنصر ده يا باشمهندس كان الستيل بارز اللي هو الحديد يا هندسه بشكل عام. طبعا الحديد عندنا بينقسم الى نوعين، طبعا عندك المايلد ستيل، طبعا احنا بنتكلم في مصر، عندك المايلد ستيل وعندك الهاي سترينث ستيل. المايلد ستيل يا باشمهندسين ده كان عباره عن الحديد الاملس اللي حضرتك بتستخدمه في الكانات. طبعا الى حد ما واحنا عايشين في مصر يعني والشغل في السوق في مصر بيكون بنستخدمه في الكانات باكتر فاي 6 او فاي 8. ده يا باشمهندس اللي بنسميه الحديد الاملس، وطبعا عشان تجيبه كطلبيه من المصنع بيطلع يا هندسه مش زي الحديد الطولي اللي هنتكلم عليه دلوقتي، بيطلع يا هندسه بالوزن، بالوزن الباكج بتطلع بتبقى وزنها 2 طن. فهندسه ده اول نوع معانا في الحديد. ثاني نوع معانا بيكون الهاي سترينث ستيل اللي هو هندسه الحديد عالي المقاومه. ده يا باشمهندس بقى بيكون الحديد الطولي اللي موجود في الكمرات، اللي موجود في البلاطات سواء بقى فرش وغطا
سفلي وعلوي، بيكون هندسه في الحديد الطولي في قطاعات الاعمده، بيكون هندسه في الاساسات سواء انت شغال شيلو فاونديشن او دي فاونديشن، ده هندسه بيكون معاك. حلو الكلام يا باشمهندسين. ده هندسه بتبقى اول جزئيه معانا، انك بتبقى عندك المالتي ستيل والهاي ستينس ستيل، بتختار منهم على حسب انت هتحط السيخ بتاعك فين او موضوع ايه بالظبط، وبتدخله الناس في البلين كونكريت، فبتحول البلين كونكريت لحاجه الناس اسمها الار سي اللي هي الرينفورسمنت كونكريت. ده هندسه الانواع الى حد ما المشهوره عندنا في مصر بشكل وباخر يعني. طبعا في حاجات تانية كتيره موجوده برضو في الخرسانه او المنشات الخرسانيه، عندك حاجه اسمها البري كاست اللي هي الخرسانه سابقه الصب، الى حد ما بنستخدمها بشكل كبير في الكباري. عندك هندسه كمان نوع من انواع الخرسانه حاجه اسمها الكونكريت فايبر، اللي هو هندسه انك بتشيل اصلا الستيل بارز وبتعوض عن طريق حاجه اسمها الكونكريت فايبر، بيدي لك طبعا كواليتي افضل بكتير من الستيل بارز، ممكن نبقى نتكلم عنها برضو في وقت لاحق. حاجه برضو مثلا زي الكونكريت فايبر بيكون عندك حاجه اسمها البوليمر كونكريت، انك الناس بتبدا تعالج مثلا المشاكل اللي موجوده في الخرسانه، بتضيف عليها مواد بوليمريه بتعلي الكفاءه بتاعتها. طبعا دي بيكون ليها بحر كامل، دي عايزه محاضرات كامله تبدا نتكلم في الجزء بتاع البوليمر كونكريت والكونكريت فايبر. ده الناس اول تصنيف انا يعني الى حد ما بحس انك لازم تتكلم عليه اول طالما دخلت في المنشات الخرسانيه. ثاني حاجه هندسه معانا الاستاتيكال سيستم الخاص بالمنشات الخرسانيه. طبعا هندسه المنشا الخرساني بيكون عباره عن حاجتين، حاجه اسمها السوبر ستراكشر وحاجه اسمها السب ستراكشر. اللي هو يا باشمهندس ان المنشا بتاعك بيكون فوق منسوب سطح الارض، ده يا باشمهندس احنا بنسميه السوبر ستراكشر، سواء بقى في كمرات سواء بقى في بلاطات قطاعات اعمده ماليش دعوه، المهم ده بنسميه سوبر ستراكشر. عندك النسق الشق الثاني اللي هو السب ستراكشر، اللي هو النسق المنشأ بتاعك اللي بيكون تحت منسوب الارض. فانا بس عشان ابدا احدد بالظبط المنشأ السوبر ستراكشر او السب ستراكشر، هخلي المسافه ما بين قطاعات الاعمده كام، هحط كاميرات ولا لا، الاسبانات ما بين قطاعات الاعمده كبيره ولا لا، دي النسق كلها حاجات انا بشوفها. بحيث برضو انا برضو مثلا ببدا اشوف السوبر ستراكشر بتاعي ده همشيه ازاي بحيث ما يحصلش كلاش او تعارض ما بيني وما بين المعماري، لان الناس ما انت حضرتك عارف ان انت كمهندس مدني بيكون في حاجه اسمها جورني اوف ذا بروجكت، او في سايكل كده يا باشمهندس او سيكونس كده للمشروع، اللي هو الناس المالك بيكون قطعه الارض مثلا بيديها للمهندس المعماري الاول، المعماري بيبدا يقسم قطعه الارض بيضيف عدد الاشتراطات بتاعته، يقول لك مثلا هنا عندك الماستر روم، عندك هنا الكيتشن، عندك هنا مثلا الباث روم، بيبدا مثلا يقسم المسطح اللي معاه بما يناسب الى حد ما المعايير الخاصه بقانون البناء الموحد، والى حد ما بيكون مريح المالك. بعد كده مثلا حضرتك بتاخد طبعا المشروع او المخطط اللي جاي من المعماري، حضرتك بتبدا تشتغل عليه، بتبدا مثلا تشوف بقى المخطط ده ماشي ازاي، البحر فين، الحمامات مثلا فين عشان ما يتعارضوش مع بعض، تبدا تراجع على المناور، منور سكني منور خدمي منور جيب، دي كلها الناس حاجات انت بتراجع عليها. بعد كده يا باشمهندس بتبدا بقى تضيف الاستاتيكال سيستم بتاعك، تبدا بقى مثلا تشوف انك هتشتغل سوليد سلاب، فلات سلاب، هولو بلوك، بانل بيم، جويست سلاب، وافلد سلاب، انت شغال ايه بالظبط. فده مثلا بقى النوع الثاني اللي بيبدا نصنف المنشات الخرسانيه بناء عليه. اول نوع الناس الى حد ما اللي بيكون مشهور بشكل بلدي شويتين اللي هو السوليد سلاب، اللي هو مثلا بيبقى عباره عن المنشا بتاعك زي ما حضرتك شايف كده من الموديل الريفيت، اللي هو مثلا بيكون عباره عن المنشا بتاعك اللي بيتكون هندسه من حاجه اسمها بلاطه خرسانيه، البلاطه بيكون عليها لود من فوق، فاللود هندسه بيتنقل من البلاطه، فالبلاطه بتنقل حملها للكاميرا، والكاميرا هندسه بتبدا توزع الحمل بتاعها او بتنقله للجزء بتاع قطاعات الاعمده، ومن ثم هندسه بنيجي نعمل فاصل ما بين الاعمده وما بين التربه، هو الجزء بتاع الفاونديشن الاساسات، سواء بقى هو دي فاونديشن او شالو فاونديشن، بنعمل هندسه الاساسات دي بحيث انها تبدا توزع الاجهادات او الكونسنتريتد لود كرياكشن جاي من قطاع العمود عشان ما يعملش بنتريشن او يعمل غرز او يعمل اختراق في التربه. فبنيجي نعمل حاجه اسمها الاساسات، بنبدا من خلال اساسه الهندسه نوزع الحمل اللي جاي من قطاع العمود بنسبه معينه بحيث مثلا ما يعملش سيتلمنت او بنتريشن في التربه. دي مثلا السوليد سلاب، دي مثلا احنا الكود المصري بيقول لك انها بتغطي مساحه كباكيه 36 متر مسطح، بس احنا الى حد ما بره كمقاولين او مهندسين تصميم في بعض المكاتب بنيجي نخاف من حاجه زي دي، بنيجي ناخد مثلا بنقول لك ان السوليد سلاب الى حد ما بتغطي مساحه قدرها 25 متر مسطح، ولو زادت عن كده بنيجي مثلا نعمل حاجه اسمها المشاطيف، اللي هو يا باشمهندس بتيجي عند الكورنرز كده على زاويه 45 درجه، بتيجي تحط حاجه زي الفواتير كده.
دي الناس بنسميها حاجه اسمها المشاطيف. المهم يا باشمهندسين، ده الجزء بتاع السوليد سلاب كاستاتيكال سيستم. عندك هندسه المنشا بتاعك او الباكه بتاعتك زادت حبتين، فبنيجي نلجا يعني هندسه لحاجه اسمها الفلات سلاب، اللي هو يا باشمهندس انت حضرتك بتيجي تشيل عنصر الكمرات، فنقل الحمل او الترانسميشن اوف لود بيجي هندسه من خلال البلاطه، بيتوزع اوتوماتيك على قطاعات الاعمده ومن ثم للفاونديشن. دي هندسه بتغطي مساحه قدرها 64 متر مسطح، وفي البعض في المكاتب الاستشاريه بيجي يقول لك خد المسافه ما بين ده والمسافه ما بين ده، او قطاع العمود وقطاع العمود 10 متر. طبعا مش انا اللي بحكم على الحاجات دي يا باشمهندسين، اللي بيحكم على حاجه زي دي التحليل الانشاء خلال المنشا بتاعك. طبعا ممكن مثلا حد يجي يقول لك ان المسافه ما بين قطاع العمود وقطاع العمود انا كنت مثلا ب 10 متر، يبقى دي الناس هتفعل معايا او هتاكتف معايا الاستاتيكال سيستم الخاص بالفلات سلاب. واحد مثلا يجي يقول لك يا عم انا خدت 9 متر. الكلام ده يا باشمهندس لو انت مثلا عندك حمل ثابت، ديد لود ثابت، اللايف لود ثابت، فلورنج كفر ثابت، حمل حوائط متوزعه على البلاطه بحمل ثابت. الكلام ده يا باشمهندس مش انت اللي بتحكم عليه، في برامج تحليل انشائي او ممكن تحلها انت بشكل مانوال تحكم على حاجه زي دي. المهم يا باشمهندس ان ده تاني عنصر معانا في العناصر الانشائيه الاستاتيكال سيستم، اللي هو الجزء الخاص بالفلات سلاب. ثالث حاجه مسك الاستاتيكال سيستم هو الجزء بتاع الهولو بلوك. طبعا الهولو بلوك كان مسك ده بحر لوحده، سواء بقى جويست سلاب، سواء وافل سلاب. ممكن طبعا الناس اللي عايزه تستفسر عن حاجه زي دي ممكن نبقى نسيب كده في اخر المحاضره كونفرزيشن مع بعض نبدا نتكلم في حاجه زي دي. بس المهم مسك ان الهولو بلوك تبقى عباره عن حل افضل لما تيجي يكون عندك مسطح او باكيه كبيره بشكل اكبر من الفلات سلاب، وحضرتك مثلا عايز تبدا تغطيها. فطبعا من المعروف يا باشمهندس انك كل ما بتيجي تزود المساحه اللي حضرتك شغال فيها، فانت بتلاقي يا باشمهندس ان الثيكنس اوف سلاب، ان تخانه البلاطه اللي هو التي اس طبقا للكود المصري او الاتش طبقا للاي سي اي 318 الكود الامريكي، بيزيد معاك طبعا بنسب مختلفه. الى حد ما الكود الامريكي لما بيجي يحسب حاجه زي دي بيكون اكبر من الكود المصري. ملناش دعوه بحاجه زي دي يعني، ممكن نتكلم فيها بعدين. فالمهم يا هندسه احنا بنيجي نعالج مشكله انك بتيجي تزود التخانه بتاعت البلاطه، بنيجي يا هندسه نعمل حاجه اسمها بلوكات، بنيجي نشيل الجزء الخاص بالخرسانه اللي مش شغال معاك في منطقه الشد، سوري منطقه الضغط. طبعا الخرسانه هندسه بتشيل ضغط، اما الستيل بارز بتيجي تشيل شد. فانا مثلا باجي اهمل بعض الوزن اللي ممكن يسبب معايا مشكله في البلاطه، اللي هو السيلف ويت او الاون ويت او الديد لود اللي واقع بتاع البلاطه، فباجي مثلا بستعيد عنه بحاجه زي الربات او الاعصاب زي ما حضرتك شايف كده مثلا، وباجي احط بلاطه فوقها بتبقى تخانتها مثلا طبقا للكود المصري بتتراوح من 5 الى 7 سم، الكود الامريكي سامح لنا فيها شويه بتوصل 12 سم. دي مثلا الفلات سلاب الى حد ما بتيجي تغطي مسافه تصل الى او مساحه تصل الى 100 متر مسطح. طبعا مثلا الحاجات دي كلها انا بتكلم معاك على المسطحات اللي هو طول في عرض. ثالث حاجه الناس او رابع نظام معانا سوري، اللي هو الجزء بتاع البانل دي بيم، اللي هو يا باشمهندس بتبقى عندك الكاميرات بتاعتك هندسه، كاميرات عامله بالشكل قدام حضرتك ده، دي الناس بتمشي او بنشغلها بمبدا اسمه الاليستيك سبورتس، اللي هو الناس بتبقى عباره عن الكاميرات كلها شغاله مع بعض لا شايل ولا متشال. يعني مثلا عندك السوليد سلاب ممكن تبقى كاميرا شايله كاميرا، فالكاميرا اللي شايله بتعتبر ان دي السبورت بتاعت الكاميرا اللي متشاله. لا انا باجي هنا الناس في الجزء بتاع السوليد او الجزء بتاع البانل دي بيم، بعمل يا الناس حاجه اسمها الاستيك سبورتس او كاميرات يا الناس متقاطعه زي حضرتك شايف كده، الديفليكشن اللي عليها يا بينزل كلهم مع بعض يا بيطلع كلهم مع بعض. دي الناس بنستخدمها كتغطيه، انا الى حد ما بعتبر ان البانل دي بيم كتغطيه مش حاجه بتدخلها في المنشات الخرسانيه. فالمهم يا باشمهندسين الجزء بتاع البانل دي بيم ده بيغطي مساحه تصل الى 150 متر مسطح. طب افرض بقى يا باشمهندس انا طبعا شغال في الاستاتيكال سيستم دلوقتي، يعني مساحه الارض بتاعتي زادت عن كده، وفي اشتراطات معينه ان انا مش مسموح لي مثلا احط قطاعات اعمده او احط مثلا بعض السبورتات في منتصف الارض. ده مثلا بنلاقيها كتير في المصانع على سبيل المثال، شركات الادويه الكبيره بيكون مثلا عندك عباره عن هانجر كده، حاجه مثلا قطاع كبير او مثلا مساحه ارض كبيره يا باشمهندس بيزاد طول معين على سبيل المثال، الناس بتبقى عباره عن مثلا قطعه مستطيله سي طول القصير بتاعها او ال شورت سي 20 متر والطول الطويل 60 متر. فانت مثلا المالك بيجي يقول لك او الكلاينت بيجي يقول لك يا باشمهندس حضرتك انا مش مسموح لي او مش عايز حضرتك انك تحط لي قطاعات اعمده بين الاسبان اللي هو 25 متر اللي فوق هو موازي للطول القصير. فانت مثلا لما تيجي تشوف المسافه ما بين هنا وهنا في السوليد سلاب، لا مش هتحقق، في فلات سلاب مش هتحقق،
في الهولو بلوك مش هتحقق، اما البانل دي بي برضه مش هتحقق. فاحنا مثلا بنيجي نلجا لحاجه تانيه خاصه برضه بالمنشات الخرسانيه، احنا بنسميها اللي اوتس او التغطيات. دي بقى مثلا بنبنيه الهندسه المدنيه بشكل كبير، دي مثلا بتقدر بقى تتعامل مع المنشات بشكل اكبر، بتبدا بقى تشوف قطاعات بشكل اكبر، بتيجي تتعامل مثلا مع الانتر اكشن دياجرامات للفريمات وقطاعات الاعمده، بيكون عندك مثلا نورمال فورس، بيكون عندك بيندنج مومنت، بتيجي مثلا تتعامل بشكل مختلف شويتين على المنشات اللي كانت موجوده مع حضرتك دي. بنيجي مثلا كمان نبدا نصنف، بنيجي نصنف في هندسه المنشا بتاعنا عن طريق الاسبانات او المسافه ما بين قطاع العمود او السبورت ده والسبورت ده. دي هندسه بقى بنسميها التغطيات. طبعا التغطيات بتبقى شامله حاجات كتير، ممكن تلاقي عندك الجردر، الفريمز، البوليجون شيد، الارش جردر، الارش سلاب، عندك البريانديل، عندك الستوس، عندك مثلا حاجات كتير في الهولز. طبعا دي طول شرحها شويه. فدي مثلا الجزء الخاص بالتغطيات. لو حد عنده اي سؤال في التغطيات ممكن نتواصل مع بعض ان شاء الله خلال اخر السيشن بتاعنا دلوقتي. ثالث حاجه مثلا او ثالث تصنيف معانا في الجزء الخاص بالمنشات الخرسانيه اللي هو مثلا استخدام المنشا الخرساني بتاعك. هو انت الناس دلوقتي المنشا الخرساني اللي انت هتعمله ده هو منشا سكني ولا منشا اداري ولا همسه مرافق عامه ولا مثلا مستشفيات ولا مثلا مراكز شرطه ولا مدارس ولا مصانع ولا منشا انت هتعمله مثلا لتخزين الكتب، تخزين مثلا بضاعه معينه، هتعمل ايه همسه بالظبط فيه؟ ليه بقى همسه بقول لك كده؟ عشان مثلا كل منشا حضرتك بتختاره من دول بيكون ليها مثلا ستاتيكال سيستم معين. يعني مثلا دلوقتي لو انت هتشتغل مثلا سي مثلا جراشات على سبيل المثال، الكود المصري بيقول لك مش مسموح لك انك تبدا تنفذ مبدا الهولو بلوك، عشان بلوكاتها مثلا في الجراشات على سبيل المثال بيكون اللايف لود بتاعها بيكون اعلى من 4 طن، سوري 4 من 10 طن على المتر المسطح. فلما بيكون الحمل بتاعك على الهولو بلوك يا باشمهندس اكبر من 3 كيلو نيوتن على المتر المسطح او 3 من 10 طن على المتر المسطح، البلوكات دي مثلا بتسيب البلاطه وبتنزل، يكون بس عندك الربات زي ما حضرتك شايف كده. فانت النسب بناء عليها النسب بتيجي تحدد من البدايه خالص انت المنشا بتاعك منشا ايه، سكني منشا اداري. ده بلس يعني النسب ان الكود بتاعنا كود البناء القانوني كود الاحمال سوري بيجي يقول لك النسب بيجي يصنف لك كده الاحمال اللي بتبقى واقعه على كل حاجه. يعني مثلا النسب بيجي يقول لحضرتك ان البلاطات السوليد سلاب الخاصه مثلا او البلاطات بشكل عام الخاصه مثلا بالغرف السكنيه بيكون مثلا اللايف لود عليها ب 2 من 10 طن على المتر المسطح، الحمامات لا زودوا شويه 3 من 10، السلالم زودوا شويه، عندك مثلا مباني التخزين الكتب بتاخدها ب 1 طن على المتر المسطح. دي كلها مثلا معايير لازم حضرتك تاخدها معاك وانت لسه داخل بتصمم المنشا او داخل تعمل كونكريت ستراكشر. ثالث او رابع حاجه معانا الناس البوزيشن بتاعك. يعني الناس دلوقتي انت بتيجي تشوف المنشا بتاعك زي ما قلت لحضرتك هو سوبر ستراكشر ولا سب ستراكشر، لان الناس لو سب ستراكشر هيكون عندك احمال تانية غير الاحمال السوبر ستراكشر. ازاي يا باشمهندس؟ معروف الناس ان المنشات اللي فوق سطح الارض دي بتكون معرضه لحملين، حاجه اسمها الفيرتيكال لودز الاحمال الرئيسيه اللي بيكون ناتج عن الديد لود او السيلف ويت او الاون ويت للعناصر بتاعتك او اللايف لود، او بيكون مثلا ناتج عن الفلورنج كفر وزن التشطيبات، او بيكون ناتج مثلا عن الحمل الحوازي اللي انت بتسيحها على كامل البلاطه، او مثلا بيكون عندك حاجه اسمها اللاترال لودز اللي هي الاحمال الجانبيه زي سيزميك لودز احمال الزلازل، زي مثلا الاحمال الرياح الويند لود. يعني مثلا بتكون الاحمال اللي بتضرب المنشأ بتاعك من فوق. طبعا عندك كمان في احمال تانية اكتر بكتير زي تمبريتشر لودز احمال درجه الحراره، بس انا بتكلم دلوقتي في النطاق بتاعنا في الوطن العربي اللي هو الى حد ما درجات الحراره الى حد ما مناسبه. الالفا او الفرق ما بين درجات الحراره اللي بره المنشأ وداخل المنشأ ما بتسببلكش ستريسز على العناصر بتاعتك، فالى حد ما بتبقاش محتاج انك تقدر تضيف الالفا دي في تصميم المنشأ بتاعك. طبعا ده بخلاف طبعا لو انت بقى عايش مثلا في دوله زي كندا، دوله مثلا زي شمال روسيا، النمسا، الى حد ما الحاجات دي بيكون لها معايير خاصه في الديزاين بتاعها. بعد كده يا باشمهندس عندي الجزء بتاع السب ستراكشر بيكون برضه ليه تصنيف تاني خالص، اللي هو الناس دلوقتي المنشا بتاعك خدته كده ودفنته تحت الارض، فانت بيكون الناس برضه عندك احمال تانيه مختلفه عن اللي فوق، اللي هو الناس هتبدا بقى تشوف عندك حمل جانبي تاني الا هو حمل السويل بريشر، ضغط التربه يا باشمهندس في حد ذاته ده كارثه. اللي هو الناس لو انت مش مسيف او مش عامل مثلا ريتيننج وول مسيبه ضد السويل بريشر، هتلاقي الناس الردم هيهيل جوه المنشا وهيسبب مشاكل كارثيه. وطبعا الى حد ما مهندسين الاساسات والهندسه الجيوتقنيه الى حد ما الناس يعني يفيدونا في حاجه زي دي اكتر. يعني
فده مثلا الى حد ما الانواع اللي موجوده في المنشات الخرسانه. يعني ده مثلا كدربشه كده بسيطه، بنحاول الى حد ما نبسط العنصر بتاع الخرسانه الخاصه بالمنشات الخرسانيه. طب باشمهندس، انا بقى دلوقتي على سبيل المثال مهندس خريج، او مثلا لسه بدرس في الكليه، انا حابب مجال الخرسانات. يعني مثلا دلوقتي وانت حضرتك بتشرح الجزئيه دي، انا خلاص حبيت الخرسانات، عايز اتخصص مثلا في السوليد سلاب والفلات سلاب والبانل بيم، اتخصص مثلا في المنشات الاداريه ومثلا الفاكتوريز او في التغطيات. فانا مثلا دلوقتي ايه المتطلبات اللي انا من خلالها، حتى لو خريج بقالي مده زمنيه محترمه، او يعني مثلا او لسه فريش جراديويتد، او لسه خريج السنه دي، او لسه بدرس، اقدر اطور من نفسي فيها، او ايه هي المتطلبات اللي تاهلني ان انا اشتغل في مجال المنشات الخرسانيه. اول حاجه معاك يا مثلا اللي هي البيزك نولج بتاعتك، اللي هو مثلا تبدا تراجع على الحاجات اللي انت خدتها في الكليه. مش اقصد تراجع على الناس انك بقى تجيب بقى كتاب الخرسانه وتمسك بقى ورقه وقلم تبدا تذاكر من اول وجديد. لا يا باشمهندس، انا مش قصدي كده، انا قصدي يكون عندك نولج او خلفيه كويسه. يعني مثلا يعني ايه بلاطه، يعني ايه كاميرا، يعني ايه ستيل بارز، الشد يا مثلا احنا بنقاومه بايه، الضغط احنا بنقاومه بايه، يعني ايه ستريننج اكشن. دي كلها مثلا معايير الى حد ما بتبقى مفروض يكون عندك خلفيه عنها. حاجه تانية مثلا، انت ممكن برضو تطور من نفسك حتى لو في الكليه او لسه فريش جراديويتد او اتخرجت بقالك سنوات معينه، ممكن تاخد دبلومات. وما شاء الله بي اي ام ريبيا ما شاء الله، يعني كانت شانل على اليوتيوب يعني غايه في الروعه، ربنا يجازيه كل خير طبعا يا باشمهندس عمر. ما شاء الله الدبلومات بي اي ام ريبيا فيها كورسات كويسه جدا، ممكن تطور نفسك فيها في اي حاجه. ده مثلا الدبلومات اللي موجوده في الجزء بتاع البيزك نولج. ممكن مثلا كمان تطلع على الاكواد المختلفه، زي مثلا دلوقتي انا عايز اشتغل دلوقتي في مجال التصميم الانشائي على سبيل المثال، فانا ما ينفعش اروح اقدم في مكتب، زي مثلا مكتب يعني لا داعي اسماء، مكتب شغال في تصميم انشائي، وانا اصلا ما اعرفش يعني كود مصري. يعني مثلا ما اعرفش اصلا ازاي بستخدم الكود المصري، ما اعرفش يعني ايه يا باشمهندس الاحمال اللي واقعه على المنشات، ما اعرفش مثلا ازاي بصلح بلاطه، ما اعرفش مثلا ازاي بصلح كاميرا. الحاجات دي كلها مثلا معايير انت المفروض تاخدها من الكود بتاعك. يعني احنا مثلا في مصر عندك الاي سي بي 203 الكود المصري بتاعك. لو انت مثلا شغال في دول الخليج او مثلا شغال في دول بره، مثلا على سبيل المثال ممكن تطلع على الاكواد بتاعتها. سي مثلا انا شغال مثلا في امريكا او فريلانسنج مثلا في امريكا، بطلع على الكود الامريكي الاي سي اي 318. شغال مثلا في كندا عندك الكود الكندي، عندك في الهند مثلا الاي اس الكود الهندي، عندك الاي ان الكود الاوروبي. في اكواد كتير يا مثلا، وفي شرح لها بشكل عربي وسلس وبسيط. اخر حاجه معايا هندسه الجزء بتاع السايت اللي هو الموقع. ليه بقى مثلا دخلت بقى عنصر الموقع معانا؟ عشان هندسه في ناس كتير بتبقى حابه موضوع الخرسانه وبتشوفه من نظره مختلفه. ازاي يا باشمهندس؟ اللي هو هندسه دلوقتي انا عايز اشتغل في موضوع الخرسانات او المنشات الخرسانيه، فبيجي يقول لك لا يا هندسه، المنشات الخرسانيه بتنقسم الى حاجتين، عنصر الاكسكيوشن او الامبلمنتيشن او التنفيذ، او عنصر هندسه التصميم. اللي هو الناس انا باجي اخش مكتب، طبعا ده اول حاجه، انا هندسه اخش مكتب دلوقتي عايز اشتغل في المنشات الخرسانيه، حابب الديزاين، هبدا مثلا اخش في مكتب، الحمد لله شغال برامج كويسه هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي تاهلني ان انا اشتغل في المكتب، عندي فكره كويسه يا باشمهندس عن الاكواد المستخدمه، ازاي بنصمم العناصر الانشائيه المختلفه. فانا مثلا باجي اقدم في شركه معينه وابدا اشتغل فيها. ده مثلا الشغل بتاعي فيها بيكون عن طريق ان انا هكون مهندس تصميم انشائي بصمم المنشات الخرسانيه. انا دلوقتي بتكلم في المنشات الخرسانيه، تمام يا باشمهندسين؟ او حل تاني ان انا ممكن اشتغل برضه في مكتب، بس طبعا ده بيكون ليها حاجه تانيه، ان انا ممكن اشتغل مثلا مهندس مكتب فني، اشتغل مثلا بلانر كوست استيميشن، اشتغل مثلا الريسك مانجمنت مثلا في المنشا بتاعي او في المولد بتاعتي، اشتغل مثلا في الكونتراكتس العقود. طبعا دي لسه حاجه هنشوفها ان شاء الله خلال السيشن بتاعنا النهارده في الجزء بتاع البروجكت مانجمنت. فده مثلا اول جزء معايا ان انت بتشتغل في المكتب. وطبعا في كمان عشان ما ننساش بس ان في وظيفه ثانيه اسمها وظيفه الشوب دروينج، اللي هو حضرتك بتبدا تستلم اللوحات ما بعت المهندس الانشائي، تبدا تدخلها في لوحات الورشه، اللي بتبدا بقى مثلا تبدا بقى تشوف تفريد التسليح بتاعك هيكون عندك هالك قد ايه، تبدا بقى مثلا تعمل حصر الحديد، حصر الخرسانات. دي مثلا كلها حاجات انت الى حد ما كشوب دروينج، كمهندس شوب دروينج او مهندس بتعمل لوحات الورش، بتبدا الناس تشتغل فيها. ده مثلا الجانب الخاص بالمكاتب. طب افرض انا مثلا دلوقتي انا مش بحب المكاتب، انا يا عم يعني بحس الموضوع ان انا امسك منشا وابدا اصممه حاجه مش لاقي نفسي فيه. في ديبارتمنت تانيه مثلا اللي هو الموقع، اللي انت بتمسك بقى مخططات او لوحات الاسبلت، انت بتنزل يا مثلا الموقع بتاعك بتبدا تنفذها، بتبقى انت مثلا عندك درايه كامله او درايه الى حد ما كويسه بازاي بتنفذ البنود اللي موجوده في المخطط بتاعك او المقوله بتاعتك.
فانت النسا بتيجي تاخد المخطط بتاعك او اللوحه بتاعتك بتبدا تنفذها على ارض الواقع. دي النسا عشان تطور نفسك منها لازما وانت في الكليه طالما لقيت شغفك فيها بتبدا تطور نفسك فيها من خلال الاتي يا باشمهندس، انك بقى تبدا وانت في الكليه تبدا بقى تنزل سايت وانت مثلا في تانيه مدني تبقى كويسه جدا ليك، تبقى انت الى حد ما خدت فكره كويسه عن المنشات الخرسانيه، تبدا الناس تنزل الموقع تشوف الخرسانه بعينيك، تشوف الكاميرات بعينيك، تشوف البلاطات، تشوف ازاي بتتعامل اصلا مع الصنايعيه، اللغه الدارجه ما بين الصنايعيه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. دي مثلا الى حد ما البيزك نوليدج اللي انت عشان تشتغل في مجال الخرسانات سواء امبلمنتيشن تنفيذ او مجال مكتب لازم يبقى عندك حاجه زي دي. تاني حاجه معايا يا باشمهندس الى حد ما هتخدم قوي الناس اللي شغاله او ناويه تشتغل في الجزء بتاع المكاتب كتصميم انشائي، اللي هو يا باشمهندس انك بيكون عندك حاجه اسمها السوفت ويرز او الادوات اللي بتهيأ لك انك تقدر تعمل منشأ. طبعا ان شاء الله على مدار المحاضره الجايه هنشرح لك السوفت ويرز بشكل كامل وبشكل كبير. فدلوقتي مثلا احنا بس عايزين نحصر البرامج الى حد ما اللي انت بتستخدمها في المنشآت الخرسانيه. اول برنامج معانا يا باشمهندس او افضل برنامج بيشتغل في التو دي درافتنج اللي هو برنامج الاوتوكاد. ده مثلا من افضل البرامج حرفيا اللي بيشتغل في الرسم التو دي واسهلهم وابسطهم، وده مثلا الى حد ما البيزك بتاعك اللي هو ما ينفعش مهندس اصلا شغال او مهندس لسه بيدرس ما يكونش عارف برنامج زي برنامج الاوتوكاد. تاني برنامج معانا هندسه ده هيكون اول برنامج معانا من برامج التحليل الانشائي والديزاين هو برنامج الساب 2000. برنامج هندسه الاوتوكاد ده بالنسبه لنا عباره عن التول اللي من خلالها بقدر ارسم بيها المخطط بتاعي والمنشا بتاعي، سواء هرسمه في التو دي او اقدر ارسمه برضه في الثري دي. ودي مثلا كانت مشكله حرفيا بتواجهنا احنا كمهندسين ديزاين في سنه 2009، اللي هو مثلا كان الى حد ما لما كنت بتيجي تصدر الموديل بتاعك لبرنامج التابس مش زي دلوقتي بتصدر مثلا البلان بتاعك للبرنامج، فده ما كانش بيقراه برنامج التابس مثلا 2009 ما كانش في سنه 2009 ما كانش بيقرا حاجه زي دي، اللي هو مثلا كان انت المفروض تعمل الموديل بتاعك على 3 دي، تعمله 3 دي على الاوتوكاد، بتجيب بقى حد يعمله لك او انت بتعمله عشان يهيئ لك انك تصدره البرنامج زي برنامج التابس ويفتح معاك. طبعا دي مش بتاعتنا دلوقتي خالص خالص خالص، خلينا بس في المنشأ بتاعنا او المنشأة الخرسانية بتاعتنا. فانت الناس عندك اول برنامج كتحليل انشائي وبرنامج الساب 2000، ده الناس برنامج خاص بالتحليل الانشائي وظهور الاستريننج اكشن على كافة العناصر الانشائية. ثانيا الناس برنامج معانا الى حد ما بيكون متخصص شوية في بعض العناصر هو برنامج السيف، اللي هو مثلا السلاب اناليسيس باي فاينيت اليمنت. ده الناس عبارة عن برنامج بيكون متمكن شوية في تصميم وتحليل الجزء الخاص بالبلاطات والجزء الخاص بالكاميرات والجزء الخاص بالرافت او الفاونديشن بشكل عام، سواء بقى الرافت اللي هي اللبشه او المات اللبشه، سواء بقى هي فلات رافت اللي هي اللبشه المسطحه او البوكس رافت اللي هي اللبشه اللي واخده شكل البوكس كده مثلا. فانت مثلا برنامج السيفت تاني برنامج تحليل انشائي معاك مهم جدا، انت برضو المفروض تطلع عليه. عندك مثلا بعد كده لو ربنا كرمك مثلا وعايز تخش مثلا في موضوع السيزميك لودز والويند لود او اللاتر فورسز الاحمال الجانبيه اللي بتضرب المنشا، فانت بيكون عندك من افضل البرامج الى حد ما اللي شغاله في الوطن العربي برنامج زي برنامج الاي تابس. في برضو برامج تانية في التحليل الانشائي نشوفها مع بعض دلوقتي، منها برضو برنامج انا مش حاطه هنا زي برنامج سي انجينير الى حد ما مطلوب جدا في غرب هولندا، سوري في هولندا وغرب اوروبا يعني طلب مني كتير. فده مثلا برنامج سينجر برنامج برضه ممتاز في الجزء بتاع التحليل الانشائي وتصميم العناصر الانشائيه، وبرضه مدعم بتقنيه البي اي ام، بتعمل انستول لحاجه بسيطه يا باشمهندس اسمها التول كيت، ده عباره عن بلاجن احنا بننزله ممكن بنتكلم فيه بعدين، بيهيئ لك الناس انك تقدر تصدر من برنامج زي برنامج الريفت الريبت اللي هو المنشا اللي انت عملته لبرنامج زي برنامج الروبوت، بيكون عليه الاحمال بتاعته، بتعرف عليه اللود كومبينيشنز، كل حاجه مثلا متعرفه خلال المنشا بتاعك، جاست بس مثلا انك تعمل كالكوليشن او تعمل فيريفيكيشن على برنامج الروبوت، بتبدا تشوف المشاكل بتاعتك تقدر تحلها عن طريق الاناليتيكال لينك او الستيف اريا او عن طريق مثلا الريجيد لينك اللي انت بتعمله ما بين كاميرا وبين قطاع عمود، ممكن نبقى نشرحها برده في فيديو منفصل لوحدها او ممكن نسيبها على بي اي ام اريا. فالمهم مثلا جاست انك عملت حاجه زي دي من الريبت الروبوت انت كده حليت المنشا، بلس انك كمان تقدر تعمل ديزاين على البرنامج عن طريق انك تختار الكود المناسب للكود المصري، لان الكود المصري مش موجود في البرامج دي، سي مثلا اشتغل بالكود البريطاني البي اس 8110
بعد كده يا باشمهندس ببدا اعدل في الفاكتورز بتاعته، سواء مثلا هشتغل فيرتيكال لودز او مثلا هشتغل يا باشمهندسين دايناميك لودز للزلازل والرياح على سبيل المثال، لاترال فورسز وستاتيك يعني. فانت بس بتبدا تدخل فاكتورز تناسب الكود بتاعك، من خلالها تبدا تعمل ديزاين للستريننج اكشن اللي طالع على العناصر بتاعتك. تقدر كمان تطلع لوحات شوب دروينج روعه روعه يا باشمهندس على برنامج الروبوت بتكه زر واحده، عن طريق انك بتعمل حاجه اسمها بروفايد ار سي اليمنت. مش بس كده يا باشمهندسين، ده انت كمان تقدر تطلع نوتة حسابية محترمة، بلس همسة انك بتعمل كمان يا باشمهندس تقدر تاخد المنشأ بتاعك عن طريق السويتش باك او الباي دايركشن اللي بين الريفت والروبوت، تبدأ ترجع مارشالي كده من الريفت، سوري من الروبوت للريفت، متعدل فيها كافة العناصر الانشائية اللي انت عملتها للبرنامج. طبعا الى حد ما انت لو يعني، عشان انا بس بي اي ام كوردينيتور وشغال بي اي ام بشكل كبير يعني الحمد لله، فالى حد ما انا شغال دي وشغال دي، شغال الاثنين، شغال بالطريقه المعتاده، لان الى حد ما بعض المكاتب في مصر شغاله بالطريقه المعتاده لسه. وفي طبعا في مكاتب كتيره في مصر دلوقتي شغاله برضو بي اي ام بكامل. فانت مثلا خد فكره عن الاثنين، خد فكره عن البرنامج الروبوت، وخد فكره عن البرامج اللي قدام حضرتك دي. اخر حاجه معايا مثلا ممكن مثلا ارشحها لك في الجزء بتاع الكونكريت ستراكشر، لازم طبعا تطور من نفسك في التكنيكال اللي هو الحاجات اللي شرحتها من فوق دي. واخر حاجه معايا مثلا الجزء بتاع السوفت سكيلز، انت بقى تبدا تطور نفسك مهارات التواصل الاجتماعي، زي برضه هورك اندر بريشر، الحاجات البسيطه دي، تبدا بقى تحط نفسك تحت ضغط حرفيا، ازاي بقى تاقلم مواعيدك، تجيب مثلا نوته كده انا هشتغل مثلا النهارده كذا، هبدا مثلا احط لي مثلا تارجت معين، احط لي مثلا لونج جول، اهداف على المدى البعيد، عايز مثلا اذاكر حاجه معينه، عندي مثلا شغل لازم اخلصه النهارده. كلنا يا باشمهندسين مهما كبرنا في السن كلنا بنذاكر، انا بذاكر كل يوم، يوم عن يوم انا بذاكر، بطور من نفسي، بتعلم حاجه جديده، حاجه جديده نزلت في السوق. بي اي ام اريبيا ما شاء الله بينزل عليها كل حاجه يوميا بشكل كبير، ما شاء الله حاجه ابديت كل يوم بشكل كويس جدا. خش وتعلم مثلا، ما تستناش مثلا ان حد مثلا تاخد مثلا عنده كورس على سبيل المثال، لا خش دور انت بنفسك، اسال مثلا الناس الاكبر منك، دي كلها حاجات الناس هتعلمك. السوفت سكيلز برضه يا باشمهندسين، انزل موقع هتستفيدها من مواقع كتير، تقدر بقى تتعامل مع العمال، هتكون شخصيتك، خاصه انت لو انت من الناس البيتين شويه اللي هم مش بيطلع من البيت، مش بيتعامل مع ناس، لو انت اتخرجت من الكليه ولبست على طول كده في سوق العمل حرفيا هتحس ان في مشكله بالنسبه لك، اللي هو تحس ان في بوحشه كده، اللي هو يعني انا مش مع الناس دي، انا مش من العالم ده، فهتحبط وهيجي لك اكتئاب بقى والحاجات دي. فلا انزل بقى من دلوقتي، حتى لو انت خريج لسه قدامك فرصه كبيره جدا، لا انزل ودور، اتكلم مع ده، اتكلم مع مهندس اكبر منك، دي كلها حاجات يا باشمهندس بتوفر عليك شغل ومهارات انت ممكن تكتسبها بعدين. فليه تكتسبها بعدين؟ لا انا وانا في الكليه او انا لسه خريج او بسمع الفيديو ده دلوقتي، لا هبدا اطور من نفسي، هبدا اعلي التكنيكال بتاعتي، هبدا ازود السوفت سكيلز بتاعتي، دي كلها الناس حاجات انت كبني ادم كلنا احنا عملنا كده، تقدر تطور فيها نفسك من دلوقتي لحد اخر يوم ما تموت، لان الناس العلم ما لهوش سعر. دي كده مثلا اول جزء معانا او اول توبيك معانا في الكونكريت ستراكشر، المنشات الخرسانيه. تاني بقى حاجه هندسه معانا او تاني توبك معانا اللي هنتكلم فيه ان شاء الله مع بعض دلوقتي، اللي هو هندسه المنشات المعدنيه. انا عامه بحب الستيل عامه، يعني المنشات المعدنيه ده يعني علم لذيذ وسهل وبسيط. على راي الدكاتره بتاعتنا في عين شمس يعني، كان بيقول لك انك عشان تخش في الخرسانه الدخله فيها سهله بس التعمق فيها بيكون صعب، اما المنشات المعدنيه الدخله فيها صعبه اما التعمق فيها سهل. الحكايه كلها بتكون عباره عن شويه ستريسز وشويه قطاعات، انت بتعرف القطاعات دي بتوظفها فين كويس، الكلام ده كله خلاص ده كده الاستيل. طبعا في الاستيل بحر يعني، بس انا بتكلم مع حضرتك يعني ان الاستيل عباره عن حاجه سهله وبسيطه. طب ماشي بقى يا باشمهندس، تعالى بقى نبدا نشوف بقى انواع المنشات المعدنيه. احنا الناس بنيجي نقسم المنشات المعدنيه كتقسيم بسيط كده، بنقسمها لحاجتين، حاجه اسمها اللايت ستيل ستراكشرز او المنشات المعدنيه الخفيفه، وحاجه بنقسمها او كتقسيمه ثانيه حاجه اسمها الهيفي ستيل ستراكشر او المنشات المعدنيه الثقيله. طب واحده واحده بقى يا باشمهندس كده ونفهم مع بعض، يعني بقى منشات معدنيه خفيفه؟ المنشأ اللي قدامك اديها المسا احنا بنصنفه كانه منشات معدنيه خفيفه. احنا الناس بنيجي نصنف او بنيجي نعمل سب كاتيجوري من اللايت ستيل ستراكشرز عن طريق حاجتين، حاجه بنسميها البري انجينير بيلدينج، دي المسا المنشات النمطيه الخاصه بالستيل، اللي هو مثلا منشا زي اللي قدام حضرتك ده، منشا عاملينه على التكل، ده مثلا عباره عن منشا زي ما حضرتك شايف كده، عباره عن مثلا عن منشا سهل وبسيط، اللي هو الناس بيبقى عباره عن منشا نمطي، انت بترسم بس الفريم بتاع حضرتك وبعدين بتكرره
في الطول الطويل من الهانجر بتاعك او من الباكيه بتاعتك او مساحه الارض بتاعتك. بعد كده مثلا بنيجي نحط او بنربط الكلام ده بعضه، عندك مثلا هنا الرافتر، عندك هنا قطاعات الاعمده. فانت مثلا بقى بتيجي تحط حاجه اسمها الروف بلان، الروف برلين سوري، تحط حاجه اسمها الروف برلين اللي هي مثلا الكمرات بتاعتك، وتحط بقى مثلا الجزء بتاع التربطات بتاعتك اللي انت بقى بتحط عندك هنا الهوريزونتال بريسنج والفيرتيكال بريسنج، ويكون مثلا عندك كمان الجزء بتاع الاند جيبلز في المنشأ بتاعك. كان مثلا كلها بتبقى حاجات خاصه بالبري انجينير بيلدينج. طبعا الحاجات دي كلها احنا خدناها في ستيل ثالثه مدني على ما اتذكر يعني. تلاقي مثلا ده الشكل النمطي اللي هو عباره عن منشأ سهل وبسيط جدا، انت بتشوف بس الاحمال اللي واقع عليه وبتبدا تصممها، اللي هو عندك هنا رافتر، عندك كمان قطاع عمود، عندك مثلا بقى التربطات بتاعتك سواء بقى هي تربطات يعني مثلا هوريزونتال بريسنج او عندك فيرتيكال بريسنج، بتشوف كمان السايد جيرتس بتاعتك الكاميرات في الجزء ده، عندك مثلا الروف برلين، بعد كده مثلا بتحط الشيت بتاعك اللي هو الالواح الصاج. ده مثلا بتبقى انت كده خلصت المنشأ بتاعك، عباره عن منشأ سهل وبسيط جدا، حتى مش معقد يعني، ما فيهوش اي صعوبه. بعد كده مثلا عندي في الجزء بتاع اللايت ستيل ستراكشر عندك حاجه هنا اسمها الكولد فورميت، ده مثلا برضو بتبقى عباره عن منشآت كولد فورميت خاصه باللايت ستيل ستراكشر، ده مثلا الجزئيه الخاصه بالمنشآت المعدنيه الخفيفه. تاني مثلا نوع او تاني تصنيف معانا في المنشآت المعدنيه حاجه بنسميها الهيفي ستيل ستراكشر، دي مثلا بتبقى المنشآت المعدنيه او انت بقى بتيجي توظف المنشآت او بتيجي توظف القطاعات المعدنيه بتاعت حضرتك في المباني الثقيله، زي مثلا الكباري زي ما حضرتك شايف كده. عندك مثلا مثلا الكباري مثلا البوني بريدج الديك بريدج، دي مثلا كلها كباري بتبقى من ستيل، الى حد ما التفاصيل فيها بتكون اكتر والقطاعات بتكون اكبر، فده مثلا بنيجي نصنفها تحت البند الخاص بالهيفي ستيل ستراكشر. بعد كده مثلا بنيجي برضو نستخدم الستيل في حاجه اسمها الاويل اند الجاز، اللي هو مثلا انت بتيجي تعمل منشات معدنيه عشان تشيل حاجه اسمها البايب لاين اوف اويل اور جاز، انك بتيجي مثلا تعمل منشا معدني زي مثلا حاجه زي كده، بس طبعا مش بنفس التعقيده، بتبقى حاجه سهله وبسيطه يعني، بنعملها مثلا عشان نبدا نشيل عليها خطوط الغاز او خطوط مثلا الانابيب بتاعه الاويل على سبيل المثال الزيوت والكلام ده كله في شركات البترول. ده مثلا الخاص بالجزء بتاع الهيفي. اخر حاجه معانا مثلا هنا اذر هيفي ستراكشرز، ده مثلا بتبقى المنشات الثقيله المعدنيه، ده مثلا لما تيجي تبص على منشا زي منشا او مبنى برج خليفه ما شاء الله يعني، كان اطول برج في العالم، دلوقتي ما شاء الله في برج زي برج المملكه في جده، هو دلوقتي قيد التنفيذ ان شاء الله، المفروض كان يخلص الاسكادجول بتاعه السنه دي، بس طبعا في ظل ظروف كورونا ممكن يخش مثلا في 2021. المهم مثلا ان المنشات الكبيره قوي دي ما ينفعش تدخل فيها عنصر الخرسانه لوحده، ممكن تعمل كومبوزيت سيكشن انك مثلا تدخل خرسانه مع ستيل عشان تزود الاستيفنس بتاع المنشا شويتين، بس عشان تدخل خرسانه لوحدها طبعا دي بتكون حاجه استحاله يعني. فاحنا مثلا بنيجي نصنف المنشات التاورز مثلا زي برج خليفه او برج المملكه والابراج مثلا زي برج بعض الابراج برضو موجوده في مصر برضو معموله بتقنيه الستيل او منشات الستيل، ده مثلا بنصنفها تحت الهيفي ستيل ستراكشرز. ده مثلا بشكل مبسط انواع المنشات المعدنيه. تعالى بقى مثلا دلوقتي نبدا نشوف انا عشان اشتغل في المنشات المعدنيه بشتغل بقى ازاي، او الريكويرمنت اوف ستيل ستراكشرز. اول حاجه مثلا زي ما قلت لك في المنشات الخرسانيه لازم طبعا تشيك برضو على الحاجات اللي انت خدتها في الكليه، ازاي برضو بتعمل قطاع نمط زي اللي ما شرحناه قبل كده، يعني مثلا المسافه دي كان اسمها اس، المسافه ما بين ده وما بين ده كانت من 4 ل 8، المسافه مثلا بتاعت البرلينز يعني مثلا من 2 الى 6 او من 2 الى 4 اللي هي كان اسمها ايه، دي كلها حاجات هندسه يعني، خد بس فكره عنها، خد فكره عن الستيل، ليه بنستخدم الستيل وما بنستخدمش خرسانه، هي مثلا الستيل مثلا الجريدز اللي فيه كام، يعني 37 52، في حاجات كتير قوي كده في الستيل. ابدا مثلا نشوف يعني ايه اف التيمت في الستيل، يعني ايه اف يلد في الستيل، دي كلها حاجات بسيطه انت يعني بتعرفها من الكليه. طبعا ممكن برضه يا باشمهندس تاخد مثلا الجزء بتاع الدبلومه، تاخد مثلا دبلومات ستيل، تبدا بقى تفهم يعني ايه ستيل بشكل اكبر، تصمم مانوال ستيل، تشتغل مثلا برامج. عندك مثلا ناسا ممكن تشتغل اكواد ستيل سواء برضو كود مصري كود امريكي، في اكواد كتير برضو في الستيل، او ممكن مثلا تنزل موقع بعينك تشوف ازاي بنعمل او بننفذ اللوحات الفابريكيشنز والريدكشنز اللي بتطلع مثلا يعني ناسا، او اللوحات سوري اللوحات اللي انت ناسا بتعملها الجزء بتاع الشوب دروينج الخاص بالستيل. ايه بقى مثلا البرامج اللي احنا بنستخدمها في المنشات المعدنيه،
عندك على طبعا برنامج الاوتوكاد، طبعا ده لا غنى عنه في اي حاجه، لان استخدمه برضو كـ2D في الرسم بتاعنا كـ2D drawing. عندنا برضو مثلا برنامج زي برنامج الساب 2000 بنستخدمه برضو كتحليل انشائي في الخرسانه والستيل. عندنا كمان مثلا برنامج زي برنامج الاستاد برو. طبعا احنا كده خدنا ساعه، مش عايز اكون طولت عليكم، فاحنا ممكن ننجز شويه. عندنا مثلا برنامج زي برنامج الاستاد برو، ده مثلا برنامج برضو بيعمل تحليل انشائي زي برنامج الساب 2000. عندنا برضو برنامج الروبوت، ده الى حد ما مشهور جدا في دول الخليج ودول زي يعني سوريا، العراق، يعني في ناس كتير يعني تواصل معايا يعني بلاقيهم شغالين روبوت اكتر في الستيل من البرنامج الاتاب، سواء برنامج من برامج التحليل الانشائي الخاصه بشركه سي اس اي. عندك الناس كمان بتحتاج برضو بعض البرامج اللي بتستخدمها في الكونكشنز زي برنامج الرام، زي برنامج الليمكون. طبعا كمان لا غنى طبعا عن برامج شركه بي اي، زي لا غنى طبعا عن برامج المدعمه بتقنيه البي اي ام زي برنامج التكلا يا باشمهندس، برنامج مدعم برضو بتقنيه البي اي ام. وكمان مثلا برنامج التكلا مش بس برنامج بيشتغل في الدروينج، انك تقدر ترسم عليه منشأ او تعمل له موديلنج، لا مثلا انت ممكن تدخل له بلجنز تقدر تحوله من برنامج او تشغله برنامج يعمل لك تحليل انشائي زي ما هو بالظبط البرنامج بيعمل رسم او موديل 3D. عندك الناس كمان زي ما قلت لك برنامج زي برنامج الروبوت، وتقدر تعمل كمان المنشات المعدنيه على برنامج الريدي. السكيلز بقى بتاعتك هندسه زي ما قلت لك تطور نفسك في الحاجات اللي فوق، والسوفت سكيلز تبدا تنزل موقع ازاي، بتشوف القطاعات الرافتر بتعملها ازاي، الكونكشن زي هندسه الويلدد او البولدد بنعملها ازاي، الحاجات دي كلها بتشوفها بعينك، بتشوف وين بتكون افضل يعني. ثالث حاجه معانا هندسه او ثالث توبيك معانا النهارده الجزء بتاع البروجكت مانجمنت او المانجمنت او اداره المشروعات بشكل عام. الى حد ما هندسه لما تيجي تتكلم في البروجكت مانجمنت وعايز تتكلم فيها بشكل افضل وتتقنها بشكل كويس، لا غنى انك تشوف التوبكس او الشابترز اللي موجوده في البي ام بوك، ده مثلا الكتاب اللي احنا بنذاكره عشان نبدا ندخل نمتحن بي ام بي اللي هو البروجكت مانجمنت بروفيشنال. ده مثلا بيبقى عباره عن كتاب ناتج او بتبقى طالع من البي ام اي اللي هو البروجكت مانجمنت انستيتيوت، هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله خلال الكوزيات بتاعت الشهادات بتاعتنا دلوقتي. فانا مثلا مجال المانجمنت ده عباره عن مجال كبير شويتين، بينقسم الى حاجه اسمها البروجكت انتجريشن مانجمنت، انك تقدر تعمل تكامل ما بين المنشاه بتاعك ككل عن طريق المانجمنت او المشاريع يعني بشكل عام، او الحاجات اللي موجوده في المنشاه في المشروع بتاعك عن طريق مثلا عصر الكميات، الحاجات دي كلها الدوكيمنت اللي موجوده تقدر تعمل ما بينها حاجه اسمها الانتجريشن مانجمنت. عندنا كمان مثلا مجال بتاع السكادول، تبدا بقى تشوف مثلا الاكتيفيتيز بتاعتك هتخلي مين يبدا الاول، هتشوف بقى مثلا الاكتشوال ستارت الاكتشوال اند، هتشوف مثلا البلاند ستارت البلاند اند، هتشوف مثلا المنشاه بتاعك هيبقى نوعه بالظبط كونستراكشن ولا ديموليش، ايه بالظبط هندسه هتبدا تظبطه خلال المنشاه بتاعك، مين هيبدا مين هينتهي مين هيتهد، تفهمني؟ ده مثلا عن طريق حاجه اسمها السكادول، بنبدا نعمل حاجه اسمها السكادول خلال الاكتيفيتيز بتاعتنا. ثالث حاجه معانا مثلا الجزء بتاع الكوست استيميشن او الكوست استيميشن مانجمنت، ببدا احسب تكلفه المنشاه بتاعي، طبعا ده الجزء بتاع ال 5 دي خلال البي اي ام، هنبدا نتكلم عليها ان شاء الله خلال المحاضره اللي جايه. رابع حاجه معانا يا باشمهندس الجزء بتاع الكواليتي مانجمنت اللي هو جوده الجوده في المشاريع بتاعتنا. خامس حاجه معانا الريسورس، انك بتشوف الموارد اللي داخله في المنشاه بتاعك او في المشروع بتاعك. سادس حاجه معانا مثلا الجزء بتاع الريسك مانجمنت اداره المخاطر. سابع حاجه معانا طبعا دي الحاجات الاساسيه الجزء يا باشمهندس بتاع كتاب البي ام بوك، طبعا 13 شابتر ما شاء الله حاجه كويسه يعني، ممكن برضو نبقى نتكلم عنه في وقت تاني يعني. فالمهم بس اخر حاجه معانا الجزء بتاع الستاك هولدرز اللي هم الناس القائمين على المشروع بقى، اللي هو المالك الكونتراكتور المقاول الساب كونتراكتور المقاول من الباطن، حضرتك انت كاستشاري، يعني الحاجات دي كلها احنا بندركها تحت بند الستاك هولدرز. ايه بقى مثلا الى حد ما الخبره مثلا او المتطلبات ان انا اقدر تاهلني ان انا اشتغل في مجال المانجمنت؟ طبعا عندك الكليه بتدرس تقريبا من ثالثه مدني، بتدرس بقى فيها اداره مشروعات وحاجات زي دي. عندك كمان مثلا الجزء بتاع ممكن تاخد دبلومه مانجمنت، تبدا تفهم بقى يعني ايه مانجمنت اصلا، تتعمق فيها شويه، تبدا بقى تفهم يعني ايه ريسورسز، تبدا تفهم يعني ايه سكادول، يعني ايه كوست اصلا، ازاي بتعمل الكوست استيميشن، الكلام ده كله. البرامج مثلا الى حد ما اللي بنستخدمها عندك برنامج البريمافيرا، طبعا ده لا غنى عنه، عندك برنامج الاس ام بروجكت، عندك برنامج الاكسل اللي بتبدا برضو تعمل شيتات الى حد ما بتكافئ الام اس بروجكت او بتدخلها في برنامج زي برنامج البريمافيرا او برنامج زي برنامج النافس ووركس عشان لما نيجي نعمل السكيدول عليه، ممكن برضه نخليها فيديو لوحدها.
اخر حاجه الناس معانا اللي هو البي اي ام سوفت ويرز، انك بتستخدم برامج زي برامج شركه اوتو ديسك او اي برامج تانية مدعمه بتقنيه البي اي ام، زي مثلا هندسه برنامج زي برنامج النافس وركس تقدر تعمل من خلاله الجزء بتاع السكادول اللي هو التايم لاينر على البرنامج النافس وركس، او ممكن تعمل هندسه الجزء بتاع كوانتيفيكيشن او حصر الكميات، او ممكن اصلا تعمل حاجه اسمها الانترفيرنس تشيك اللي هو انك بتبدا تعمل برضو الكلاشز يعني هندسه، تبدا بقى تشوف التعارضات ما بين الاقسام وبعضها البعض عن طريق الريفت، تقدر برضو من خلال برنامج الريفت تطلع بيل اوف كوانتيتي حصر كميات برضو عن طريق الايكون بتاعت السكادول. طبعا دي كلها حاجات ممكن تعملها على البي اي ام سوفت وير، دي انا ان شاء الله هشرحها بالتفصيل ان شاء الله خلال المحاضره اللي جايه. بعد كده مثلا طبعا السكيلز، طبعا انت ممكن يعني الى حد ما السكيلز اللي بتاخدها في المانجمنت طبعا بتبقى عايزه واحد يشتغل في مكتب، يعني الاثنين دولت ممكن نستعيد عنهم بتوبيك واحد اللي هو انت تنزل في مكتب تبدا بقى تفهم يعني مانجمنت، ازاي بتمسك المشروع، ازاي بتتعامل مع الدوكيمنت اللي موجوده في المشروع، ازاي بقى مثلا بتاخد المشروع، ازاي بننزل في العطاءات، ايه اللوحات اللي عندك، التندر دروينج، الشوب دروينج، الكوليبريشن دروينج، الاسبلت دروينجز، دي كلها حاجات الى حد ما هتفهمها وتعرف هي شغاله ايه لما تنزل بايدك كده، تنزل بقى المكتب اللي انت عايز تشتغل فيه او تنزل بالمكتب اللي انت عايز تتمرن فيه في مجال المانجمنت. بعد كده مثلا في مجال او في حاجه مهمه جدا الى حد ما الناس بتسال عليها اللي هو السيرتيفيكيتس، الشهادات اللي موجوده في المانجمنت. انا واحد من الناس اكتر مجال شفت ان لو انت خدت فيه شهادات اكتر وزودت الشهادات بتاعتك بنولج بمعرفه اكتر واكسبيرينس اكتر، فده هيخدم الكارير بتاعك اللي بعدين. اهم حاجه مثلا اهم حاجه بالنسبه لنا في الشهادات دي طبعا يعني مش بس انك تاخد شهاده، طبعا لازم تبقى انت بتاخد شهاده وفاهم بالظبط انت بتاخد الشهاده دي ليه او هتوظفها فين بالظبط، والشهاده ده مثلا هتعود عليك بايه تاني. يعني مثلا في ناس كتير يقول لك لا يا عم انا هاخد مثلا شهاده زي شهاده البي ام بي او البي ار ام جي او البي ام اي اس بي، الحاجات دي كلها ناخدها. طب انت عملت بيها ايه؟ انا اصلا شغال تصميم انشائي، بتاخد حاجات دي في المانجمنت ليه؟ عايز تطور بها نفسك اوكي ما فيش اي مشكله، بس الى حد ما شوف الحاجات دي لانها طبعا اسعارها غاليه وشهادات غاليه وبتاخد مجهود عشان الى حد ما تحصل على شهاده زي دي. اول شهاده معانا هندسه، طبعا دي الى حد ما يعني انا من وجهه نظري بشوف ان الشهاده دي من افضلهم، شهاده البي ام بي يعني مثلا البروجكت مانجمنت بروفيشنال، دي مثلا شهاده بتطلعها نتيجه انك بتبقى خلاص يعني مثلا بقيت محترف في البروجكت مانجمنت او علم اداره المشروعات. طبعا مثلا الشهادات دي كلها او الحاجات دي كلها يا باشمهندس احنا بنطلعها من حاجه اسمها البروجكت مانجمنت انستيتيوت او معهد اداره المشروعات العالمي. فالمهم يا باشمهندسين انت البروجكت مانجمنت ممكن ندردش برضو عليها شويه كده، يعني لو انت خريج هتاخدها بعد 4500 ساعه عمل في مجال المانجمنت او في خبره 4500 ساعه اللي هم تقريبا بيكفي 3 سنين. لو انت يا باشمهندس لسه طالب او عايز تاخد بي ام بي هتاخدها يا باشمهندس بعد 7500 ساعه شغل في المانجمنت اللي هو تقريبا كده يعني 5 سنين تقريبا كده يعني. فالى حد ما الناس لازم يكون عندك خبره كويسه جدا في المانجمنت عشان تقدر تاخد الشهاده بتاعت البي ام بي. طبعا النجاح فيها كان الاول تقريبا من سنه 2009 كان النجاح فيها من 60%، على ما اتذكر دلوقتي النجاح فيها بقى من 70 ل 75%. بعد كده الناس تاني شهاده معانا الجزء بتاع البي جي ام بي اللي هو الناس بتبدا انت كواحد شغال مانجمنت تبقى الى حد ما محترف البرامج اللي انت بتستخدمها في مجال المانجمنت. تالت شهاده معانا البي ام اي الار بي، ده مثلا شهاده بتثبت انك خلاص بقيت كفء ومؤهل بشكل احترافي انك تقدر تتعامل مع المخاطر اللي بتواجه المشروع بتاعك او المشاريع اللي انت بتشتغل فيها. رابع شهاده معانا البي ام اي او الاس بي، دي مثلا شهاده بتفيد انك بتقدر تعمل بلاننج او سكادول بشكل ممتاز وبشكل احترافي. خامس شهاده معانا يا باشمهندس اللي هي البي ام اي بي اي بي، دي مثلا انك بتبقى خلاص بتثبت انك معاك شهاده محترف في تحليل الاعمال في المشاريع بتاعتك. ده مثلا بشكل مختصر الشهادات الخاصه بالمانجمنت. بعد كده مثلا اخر توبيك معانا عشان احنا طولنا كده الجزء مثلا بتاع الانفراستراكشر او البنيه التحتيه، ده مثلا لا غنى عنه، دي اول حاجه طالما انت عايز تبني سيفيلايزيشن او حضاره كامله لازم مثلا تعمل فوكس وتعمل انترست على مجال الانفراستراكشر. يعني اصلا مثلا انفراستراكشر ده مثلا البنيه التحتيه اللي بتكون لاي مدينه او اي حضاره على مستوى العالم ككل. الانفراستراكشر ده يا باشمهندسين دي عباره عن حاجه اسمها البيزك فيزيكال سيستم اوف بزنس فورميشن، دي الناس عباره عن الحاجه الاساسيه اللي من خلالها تقدر تطلع الحضاره بتاعتك. يعني مثلا على سبيل المثال احنا في مصر عندنا مثلا مدينه العلمين الجديده،
فاحنا مثلا قبل ما نخش مدينه العلمين الجديده كان الفوكس بتاعنا الاول ان احنا نبدا نظبط الانفراستراكشر او البنيه التحتيه الخاصه بالمدينه دي. وطبعا الحمد لله يعني كانت المدينه العلمين الجديده كانت اول مدينه الى حد ما في مصر بعض الاجزاء فيها او الانفراستراكشر فيها كانت مدعمه بتقنيه البي اي ام، وكان فيها برنامج زي برنامج الانفرا ووركس هنبدا نتكلم فيه مع بعض ان شاء الله دلوقتي. فالمهم مثلا ان الانفراستراكشر والبنيه التحتيه دي مثلا مش بس بتبقى يعني زي البعض ما هو متخيل ان خلاص الانفراستراكشر انا عايز اشتغل في الانفراستراكشر يبقى مثلا خلاص هبدا اكاري دماغي ان انا هشتغل مثلا في مجال الطرق. الطرق مثلا طبعا دي من المرافق العامه بتاعتنا، بس الطرق في حد ذاتها مش انفراستراكشر او مش من بنيه تحتيه. اي هندسه مباني او اي منشات بتخدم الحضاره بتاعتك او المدينه بتاعتك وبتكون تحت الارض دي مثلا تندرج تحت بند اسمه الانفراستراكشر. بيكون مثلا عندك الطرق، طبعا دي الحاجه الوحيده الكريتيكال شويه لانها مش بتبقى تحت الارض. عندك مثلا السدود اللي هي الدامز، السدود او الجسور دي مثلا برضو تبقى خاصه بالانفراستراكشر. اهم بقى هندسه ثلاث حاجات معايا اللي هو اللي انا بتكلم بقى عليهم دلوقتي في الانفراستراكشر، اللي هو الجزء بتاع الووتر ريسورسز اللي هو مثلا ان الميه او الووتر سبلاي اللي انت بتبدا تدعم وبتغذي بيها البيئه او المدينه اللي حضرتك عايش فيها، لان مثلا ما فيش مدينه تقدر تكونها او تخلقها في الكون كله من غير عنصر الميه، يعني هتشرب منين؟ هتستخدم الميه ازاي؟ دي كلها مثلا حاجات لو انت مش مظبط البنيه التحتيه بتاعتك او الانفراستراكشر بتاعتك كويس مش هتقدر مثلا تدخل حضاره خلال المدينه دي. فالناس اول حاجه معانا او ثالث حاجه معانا واللي انا بعتبرها اهم حاجه بالنسبه لي هي الووتر سبلاي، انك بتدخل الميه بتاعتك خلال المنشا. رابع حاجه معانا الناس في الانفراستراكشر اللي هو الدرينيج او صرف المياه. طبعا لو الميه بتاعتك ما اتصرفتش باسلوب كويس بمعالجه كويسه طبعا هتعمل كوارث، هتعمل تلوث كارثي. فده الناس الى حد ما الحاجات اللي موجوده في الانفراستراكشر. اخر حاجه معايا الجزء بتاع المودرن انتجريشن اللي هو الناس انك بتدخل بقى عنصر الري اللي انت حضرتك خدته في الكليه اللي هو بقى الريجيشن وركس اعمال الري انك بتستخدمها في البنيه التحتيه يا باشمهندس. طبعا انا بقصد او المين الحاجه اللي انا بقصدها في حاجه زي دي مثلا في المودرن ريجيشن ان انا مثلا بقدر استخدم المساحات الخضراء خلال البيئه او السيفيلايزيشن اللي انا ببنيها، ان انا مثلا بقدر استخدم طرق حديثه زي مثلا الري بالتنقيط او الري مثلا بالرش، ان انا مثلا اقدر اخلق مساحه خضراء واعمل بيئه زراعيه خلال المدينه بتاعتي او البيئه الحضريه بتاعتي عن طريق مثلا الانفراستراكشر بشكل مودرن شويتين، وفي نفس الوقت ابدا اقلل الويست اللي بيحصل خلال الووتر سبلاي اللي انا بضيفه للاجزاء الزراعيه. ده مثلا الحاجات الانفراستراكشر الحاجات الاساسيه اللي فيها يعني. طبعا الناس الريكويرمنت الحاجات اللي انت يعني تنطلب منك انك عشان تخش المجال ده، طبعا الى حد ما المجال الانفراستراكشر او مجال البنيه التحتيه في مصر شبه معدوم، يعني مش هتلاقي فيه فوكس كتير قوي مع انه اهم مجال واكتر مجال كمان فيه شغل، يعني فيه شغل كتير وفيه فلوس كتير كمان يعني، فمجال كويس. بلس كمان يا باشمهندسين ان المجال ده هو اول حاجه انت بتبدا بيها اي بيئه، يعني مثلا عندنا العاصمه الاداريه الجديده اول ما جينا اشتغلنا فيها، طبعا العاصمه الاداريه الجديده اول حاجه عشان تبني اي مدينه لازم تبص على الاول يا باشمهندس ان البيئه بتاعتك اللي انت هتشتغل فيها دي او المدينه بتاعتك يا باشمهندس اللي انت هتشتغل فيها هتبدا تحط لها انظمه بنيه تحتيه عامله ازاي. عندك مثلا مدينه العلمين الجديده هتبدا الناس تحط لها مثلا بنيه تحتيه عامله ازاي. الحاجات دي كلها يا باشمهندس دي اول حاجه بتنطلب من مثلا الاستشاري او المقاول اللي يخش مثلا يعمل المدينه زي دي. يعني مثلا العلمين الجديده الاستشاري مثلا الهندسه في التصميم كانت اس جي، ومثلا المقاول الرئيسي كان المقاولون العرب. طبعا بقى في مقاولين من الباطن كتير. الفكره يا باشمهندس ان انا مثلا دلوقتي عشان اعمل مدينه زي مدينه العلمين الجديده باجي بقى قاعد كده او اعمل مثلا حاجه زي الكولابريشن كده ما بين الاستشاري وما بين المقاول، بنيجي بقى مثلا نقترح مع بعض بقى هنبدا نشوف نحط البنيه التحتيه بتاعتنا ازاي، بنبدا بقى مثلا نتكلم مع بعض عن شبكه الطرق، شبكه مثلا الدرينيج، الووتر سبلاي، الحاجات دي كلها البسيطه دي اول واهم حاجه انت بتدخلها في المدينه بتاعتك. المهم هندسه المتطلبات بقى بتاعتك ان انت عشان تبدا تشتغل في مجال الانفراستراكشر او البنيه التحتيه، طبعا يعني انت في رابعه مدني تقريبا بتاخد حاجه زي الطرق، تبدا بقى تاخد الطرق، تاخد سكه حديد والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها الى حد ما بتديك نولج كويسه، تقدر تفهم يعني ايه طريق، يعني ايه طبقات الطريق اللي موجوده، يعني ايه بيتومين اصلا، يعني ايه الفاين جرافل، الحاجات دي كلها مثلا بتبدا تفهم بقى يعني ايه الحاجات الطبقات نفسها اللي موجوده، البيز، الساب بيز، الساب جريد، الحاجات دي كلها مثلا بتبقى موجوده
في طبقات التربه نفسها الخاصه بشبكات الطرق. طبعا بتاخد فكره كويسه عنها، بتاخد مثلا فكره عن الاريجيشن وركس، اعمال الري، السدود مثلا، بتاخد فكره كويسه عنها. الحاجات دي كلها لازم يبقى عندك الى حد ما درايه كافيه عنها. البرامج بقى بس مهندسين ان احنا الى حد ما مشهوره، انا بتكلم كده على المشهوره، طبعا في برامج كتيره بتستخدمها في الانفراستراكشر، بس انا بتكلم في البرامج الى حد ما المشهوره. طبعا برنامج السيفل 3 دي، طبعا ده برنامج من شركه اوتوديسك، طبعا لا غنى عنه في شبكات الطرق. عندك كان مثلا برنامج زي برنامج الاوتوكاد برضو بنستخدمه، عشان برضو بندخله مع برنامج الاوتوديسك سيف 3 دي. عندنا كمان يعني مثلا لو انت بقى تشتغل بقى في الـ الووتر سبلاي، وهتشتغل مثلا في انظمه مثلا الدرينج او الصرف الصحي، فبنستخدم معاها برنامج زي برنامج السوبر كاد وبرنامج الووتر كاد. لو انت بقى تشتغل بقى